أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من اليمن حسين عين، أسأل عن آية الكرسي والتشهد. يقول عن آية الكرسي والتشهد: هناك أناس يقرؤونها بعد الصلاة جهرا، فهل نقرأ معهم أم لا؟ القراءة الجماعية لا تجوز وهي بدعة، كذلك رفع الأصوات الذي يشوش على الآخرين هذا أيضا لا يجوز لما فيه من الأذى. فتقرأ آية الكرسي سرا ولا تشوش بها على أحد.